محمد العوني. اهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد. مرحبا اختي ميسا، مرحبا بكافه المستمعين. يعيشك. دونك وصلنا نحن الكاميرا كاشيب والكاميرا الخفيه اللي قاعده تخدم فيها. اخترت انا اكستريم نبدلوا به الجو. دونك نسمو اكستريم الكاميرا الخفيه نتاعك. راجي بربي توك نوقف تعمل روحك سما. لا والله لا باش نقف. اهبط له طاقه. ماشي ماشي ماشي. سكت كرم، سكت كرم. اهبط له. من فضلك. خد كوفا. باش نقف لك. هاي. هاي والله باش نقف لك. وحلفت والله. شنو من يامي شارب؟ شنو شمني شارب؟ شيك ما قلتش. انا نخدم انا في صحف التوريزم. انا ريتك الساعة التلميحة نتاعك من الاول مش واضحة وبعد فهمت مش واضحة. رد الباب. حاط الغناء. رد الباب. عايش خوي، هذه كرهبة، هذه تو هكا، هذه يغسل. شنو السخ هذاك؟ شنو؟ شنو السخ؟ عندك 60 دينار؟ تاع السخ؟ عندك حملة نظافة الأسبوع، خرجت في الإنترنت في الجرايد. والله ما سمعت. ها؟ هذه ساعة نتاع خدمة. قداش عندك ما وصلتهاش؟ والله من الكيوسك آخر مرة، هاي هو حلفتك. صح؟ حتى الفاتورة نتاع الشريك. عاوني ونعاونك، صح؟ أنا أنت تعاوني، لسه أنا نعاونك. باهي. باش باش نعاونك؟ نعاونك بالصدق. أنا كي تصرحني. قداش عندك ما وصلتهاش؟ والله جمعة. جمعة كاملة ما تغسلهاش يا ظالم يا مستبد. حرام سامحني. ايش انت سامحني انت سامح يا مش حرام عليك يغسل. شوف شوفك الحال. ها اول مرة راه مش راه ممكن هذا في الانترنت ولا في حاجة انا ما جالها هذه وما سمعتهاش. اول مرة عاون شرطة يشوفني يقول لي تربى من الصح. باش نعمل لك 60,000 عليه 60,000 نديهم انا عليه. مالا نعمل انا شوفير مزمر نديهم انا 60,000 خدام. باهي كوش كبابلي. انا نغلى بيا كبابلي. باهي ها مش مش خطيك. اي والله لاني مخطيك. بصادق هاي. اما توريني حسن النية. سيد والله. لا مش مفدلك. لا والله مش مفدلك. ودي نحترمك. الكهرباء ما تستعرف هي مسخة ولا لا؟ لا مسخة. محليك. انا وش نسمع؟ علاش ما نستعرفش هي مسخة وهي هكا؟ انا كيف عبد. احمد ربي انا عملته بالسوي كلاس على حسن النية. تنجم تقول كان اكثر منك. انا وريني اللي انت ناوي تنظف. تو انا نمشي عندي النجار عندنا وفرتير اليوم. ايش دخلني في النجار؟ كمل لك انا. انت وش ناوي تو؟ ما انا باش نخطيك خويا. لا تنظف. نرجع نقول لك ونظف. انا قلت لك وريني حسن النية تقول النجار. لا زعما تو نتو تسوي. لا زعما اللي نفدلك تو مش جايب. تو نظفها لك ونجيبها. لا ما عادش مسيبك خويا. واللي نفدلك هو. لا قلت له حسن النية كيف نية كيفاش تكون حسن النية؟ وريني حسن النية نتاعك اللي انت ناوي تنظفها. انا نظفها ونجيبها لك نقول لك ونظفتها. على الاقل ذيب البلار تو على الاقل تو هاك هاك اصطل غادي. دونك الكاميرا كاشيري والحلقه ديال تصورت في نابل. هذه في نابل. اي وين بالضبط؟ وين الجره هذه؟ والله بحث البحر. شيره البحر. وين الجره؟ وين الجره يرحم بوك هذيك؟ عملت عون عون امنه. هذوما الحاجات اللي الافكار اللي يمشيوا في منطقه السهل الممتنع. من لا شيء تخلق شيء وتخلق ضمار. ويشيخ المتلقي ويشيخ حتى ما نحبش نسميه ضحيه هما نقولوا ضحيه المشارك. يتمتع وما فماش لا غصرات ولا فجايع وهكا تحس اختي على عكس اللي قاعد تفرج فيه. على عكس اللي قاعد جوستومون. خلينا نجيو احنا للكاميرا الخفيه. رمضان السنه تفرجنا في الكنز، تفرجنا في كارونتين حمادي غوار والملك لي وليد الزريبي. من واحد لثلاثه رتبهم لي من انجح عمل حتى المرتبه الثالثه. رقم واحد شكون؟ اللي هو مشكون؟ عاود لي. الكنز مع الوطنيه. كارونتين. كارونتين والملك. شو وقتاش كنا عملها كارونتين؟ عملها حمادي غوار تعدات على قناه تونس. شوف يعني في بالكش بها اصلا؟ لا في بالكش بها اصلا. كيما التوانسه ما في بالهمش بالكنز. زاد تحكي له ما راوهاش جمله زابيو عليها. انت قلت الاكثريه خاطر فما حاجه كي تنجح تحسها حتى في الانترنت الصدام تاعها. وانت بنت شنو اللي نجح؟ انا باش نكون صريح معاك لبعد حد وباش نعطيك من الاخر. من الاخر انا قلت لك رتبهم لي انت لهالي ما عندك اشترط. خلينا نعدي لك جوابي كيما نحبوا انا. باهي. خلاف رؤوف كوكا. بخلاف رؤوف كوكا في تونس ما نجح حتى حد صدقني على مستوى الكاميرا الخفيه. نكلمك صحيح. ما ثماش حاجات اللي نجحت وتقبلوها العباد بصدر رحب وحكوا عليها وفرحوا به. انطلاقا من 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 الموجه نتاع الكاميروات الفجايع اللي هي جات عدوى جا من رامز جلال حبوا يقلدوها التوانسه. شافوه هو في وقت معين خدم النوعيه هذيك وكما في تلفزات اجنبيه زاد يعملوا على الفجايع. حبوا يعمل اكل الكوبي الخايبه.
يعملوا بجائع كما عمل هو، تعمل للتمساح ما نجحش للأمانة وباعتراف الناس كل كي يقولها تعمل لك الأسانسور. بي أنا علاش هربت بي أنا نحكي الثلاثة اللي سميتهم لي المستوى تحت الصفر الثلاثة ما تنجمش تعطي رقم واحد جملة من ما يتسماش كاميرا يعني كل نحطه ساعة وليد الزريبي ساعة خلينا نبدأ بوليد الزريبي بس أنا شو نبدأ كيما تحب نبدأ بحمادي غوار حمادي غوار يقنعك ولا ما يقنعنيش ما يقنعنيش قنعني في بعض الحلقات وقت اللي كان ديريجي بار راوف كوكا يحطوا في بلاصته نحكي توا وحده انا لتو ما مقنعنيش ما تمنش بموهبته ما نمنش بموهبته بصفتي شكون الساعة انا بصفتك انت زميله في الدومين والله شوف انا كان تعفيني منه السؤال هذا اخير خاطر كان شكرته نافق روحي كان شكرته نافق روحي دونك اجابه وكان ذميته نولي غير منه ولا صاحب صنعتك هذوك بالمنطقه ذاك منا ماكل كف ومنا ماكل كف كان تعفيني وخيتي خير لا انا جاوبتك جواب واضح انا ما نعفيكش اما اجابتك واضحه انت واضحة اجابتك واضحه اللي انت ما تمنش بموهبته وغير مقتنع بالعمل اللي قاعد يعمل فيه هذا ايش نفهم انا ويفهم اي واحد قاعد يتبع فيه بيان سور تو تخلي وليدي الزريبي مثلا وليد الزريبي اي علاش انت تسبق فيا وليد الزريبي باه نمشيو لوليد الزريبي وسع بالك معايا وخذني بحنانك اختي منسى للمالك ساعه وليد الزريبي خا نبداو سالتك انا حمادي غوار فهمت انه ما يقنعكش بالنسبه لوليد الزريبي تشوف انه قاعد يقدم في اضافه والا تعتبره من المطفلين كيما اللي كنت تحكي عليهم من الاول من اكبر المطفلين كرو يتعاقب هذاك كان جد فما دولة صحيحة هذاك الدرجة هذه اي ويعدي ربطية على الأقل صغيرة حتى متاع ستيتا شهيرات باش يفهم قدره يعني تحكي أقل شيء خاطر عمل شالوم مرمد التوانسة ومرمد والعباد تتشفع والناس يا لطيف ودخل العباد في متاهات كبيرة ياسر ثم أكل لهيب هذاك طفى شوية جمر برد وقلنا طيب يحشم على روحه ويفهم قدره يعمل لك يعاود يطلع بفكرة أخرى كالتكره نقول لنا فما فكره كالتكره ساعات جايب عباد باش يبوسوا ولاد بلادك مبدعين فنانين مطربين تجيبهم باش تقترح عليهم يبوسوا يدين عباد وباش يهبط المستوى الريق البارد هذا اللي يعمل فيه اون بلوس اختي العزيزه انا نذكرك في وليد الزريبي مالوريزمون المعلومه ما نعرفش عندي معلومه تاكدها لي ولا انه هو كان يخدم معناها فيغورون عندك وفما مره كيف خدم معاك خلصتوا 150 دينار صحيح 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 انا انت تبارك الله عليك كيفاش شنو كان التعامل معاه التعامل انا وقت اللي نخدم في الحمامات هنا في نابل في الحلقه نتاع البوليس اللي عديت منها هذيك عندي حلقه اخرى نتاع بوليس ما بعد الثوره فكره اخرى اللي قعدت نلوج عليها في الانترنت باش نبعثها لك غريبه كي ما لقيتهاش مانيش عارف علاش ما لقيتهاش كيفاش مش موجوده بون يمكن ما وسعش بالي برشا مشكل احنا نحبوا استحقيت الفيغوران انتيليجون كما نقولوا احنا يعني ممثل باش يعمل دور صغير في وسط خاطر انا الدور الرئيسي عندي انا نتاع بوليس ما بعد الثوره لانه بوليس زعما ما بعد الثوره يولي يبدل منطقه مع التوانسه يولي يشكر مرحبا بيك والمواطن هو يدينا ومواطن وسقينا تفضل اشرب حاجه ما ادري شنو وخلاق عاليه ياسر فهمتني الشيء هذا يوريه قدام الصحافي استحقيت دور صحافي باش يحضر يغطي زعما يقول احنا توا الصحافي هذا جاي باش يتحدث مع العون الامن ما بعد الثوره كيفاش خلقوا به قبل ما يتعدى الصحافي نبدا انا نشخط على المواطن فهمني شادو ونتكلم بنرفزه وبك الغطرس المعروفه اللي عند العوان قبل في العهد البايد وتسيتيرا وكذا كيف يتعدى العون كيف يتعدى الصحافي يدخل في الشون ويجيب كاميرا معاه كاميرامان معاه زعما باش يعمل حوار مع عون الامن ما بعد الثوره وكذا البوليس يتبدل يولي 360 درجه يولي هادي وكذا قام بالدور هذاك الصغيرون جاني طلب منه باش يجي لهنا النابل وين انا نصور خدمك الدوائر هذاك وخلصت وقتها 150 دينار كيما عندي توا 6 7 سنين التالي طلع لي العهد اي هذا مش عيب معناها اي شخص عنده بدايته كيما انت كانت بدايتك مع انا قلت لك عيب يعني ما قلتلكش عيب اما فجاه باش في اربع يعني بعد شنو يصبح منتج نتاع كاميرا كاشي وينظر اذا كان انت تحكي على 7 سنين التالي نتصور 7 سنين كافيين باش الواحد يتقدم
وينجم يولي ينتج وحده. اي يولي ينتج في 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 في, في كوارث، يعني كوارث الاعمال اللي قاعد يعمل فيهم وليد زريبي على مسؤوليتك الكلام يعني. والله العظيم حتى وليد زريبي عنده حق. مرحبا بوليد ومرحبا هكا. انا كي نجي لهنا نضمن راديو ماد 10 ولا 15 عنصر يجوا يعملوا ردود يا اخي. اش كانوا يعملوا لي قبل؟ انا شاكر بالشيخ في البلاصه المنبر هذايا هو عبد الكريم السمراني، عبد الجليل السمراني، كانوا يقرقروني ويلح الحبيه باش نجي هنا ويشدوني في الكلوار غاديك يبداو يعمروا فيه على لطفي بندق. ادخل فيه من بعد نلقى روحي فيه والجمعه اللي من بعد نلقى بندق هنا يعمل في حق الرد. ايش معنى تمشيش تقول باهي. انا عمرتك لا ميس انت طيبه وباهي خلينا ما انا وصيتك شي ولا ما وصيتني حتى شي ولا انا كما جيش نعرف مدى جديتك وحرفيتك وتيبتك. اي خطر انت تو كي يسمعوا العباد تقول انت عمرو فيا. لا شوف وليد الزريبي هو فني هي معناه انت مش ما نصورش مربعينكم اذا كان تلقاو ما نتصورش معناها عبد الجليل كيف هي. انا هبط على قلقلي نتسيب بكلي ما نتصورش عبد الجليل سمراني مثلا مش معناتها لا يخلق عبد الجليل يعرف ما يعرفك. اي معناها يعرف اللي انت الكلام اللي انت قلته مقتنع به اون فان كونت مقتنع به بين سيدي. اي هذا المهم يساعده باش يتحرك حصته. هذاك موضوع اخر ما تخرجيش في خلينا في وليد. خلينا وليد اذا كان نسالك انت كمتلقي ها الحصه شالوم اللي فاتت والسنة الحصة اللي عجبتك. لا أنا ما نعطيش رأي. أنا نسأل ثم إجماع في الرداء ثم يستدعيه اللي دوخني أكثرا في وليد الزريبي. هذه زايد ما أي قالوا مش بالضرورة أنه تضحك الكاميرا الخفية. خليني أنا نقوله لك كعيت له هذه زعيم وسأل فيه على الكاميرا كشي قال له راهو الكاميرا كشي مش بالضرورة باش تكون تضحك. هنا راي ولا فيلسوف ينظر في الكاميرا كشي. تو جيت في قراك العام عملت دوي تو قلنا تعمل في برامج سياسيه ربي عينك وتركيبتك الفكريه والثقافيه تاهلك باش تعمل برامج سياسيه ربي عينك وربي ينجحك عليها. تنقز على برنامج ايموريستيك نتاع فدلك نتاع ضمار معروف بالضحك من اول الدنيا وقت البريك الناس تحب تضحك وتجيب لنا فلسفه ما عندك تقول راهو الكاميرا الخفيه مش مش بالضروره تضحك. اش معناتها مسرحيه فلسفيه فيها ما ورائيات وفيها ابعاد كما قاعدين يعملوا جماعه المسرح اللي يفشل في المسرح الصحيح اللي يشد العباد ويجيب الاف يعمل حاجه غامضه وكما زمان نعم في حاجه فلسفيه فيها ما وراء الكاميرا كشي ولات فيها ما ورائيات الكاميرا كشي باش تولي السد نتاع المسعدي ها يلزمها تفسير يلزمها كاميرا كشي ضحيكه معروفه تفدليك كنا نضحكوا العباد بك النهار كامل صيام وكذا وقت البريك يشيخوا بالضحك يتفرهدوا ويخرجوا يحكيوا ونجحنا فيها نجاح كبير ونجاح ساحق. انا كي نقول رانا نجحنا مش معناتها راهو باش يعلقوا لي ميداي ولا حاجه ونعطيك اكبر دليل. لحظه عايش اختي اكبر دليل على نجاحي انا كممثل وعلى نجاح الكاميرا الخفيه اللي بديناها احنا واللي قاعدين نعملوها انهم يعاودوا فيها انهم بعد 20 سنه الوطنيه الاولى يعداوا لي سنه في رمضان هذا يا اختي ميسة حلقات عمرها اكثر من 20 سنه و 22 سنه كاميرا زمان. اي اش معناتها خاطر الحاجه الباهيه ما تطيش فهمتني الحاجه الباهيه الفالور سور ما تتلوحش كيما تشوف اغاني انتيكه نتاع ناس قدم كيما الحاج كلوف وامي تراكي ترسموا في الذاكره وقعدوا هذوما اعمال اللي تحكي عليهم ماهمش من انتاجك مع رؤوف كوكا. مع رؤوف كوكا فما اللي من انتاجي عاودوا لي زاد انتجت انا راه عاودوا لي ديما تو نحكيو على تو كل منتج وحده خاطر احنا وليد تو نحكيو عليه كمنتج وحده. لا وليد راهو قلت لك السيد هذا لم ينجح وماذا به يحترم روحه ويبعد على اي حاجه فيها ضمار تركيبته وشكله وجوه مش تاع فوكاه. كملنا من الغوار ومن الزريبي خلينا نمشيو للثالث عمل الكنز. العمل هذا تعدى على الوطنيه الاولى. انت شفت لك معناتها حتى على الفيسبوك هكا تهبط وكل تقول انه تم استغلال العمل هذا اللي هي فكرتك على باس وانت خدمت كاميرا خفيه بالعنوان هذا نفسه الكنز وتقول انها فكرتك واستولوا عليها نوعا ما. اتصلت بمسؤولين من الوطنيه ولا حتى منجين العمل هذايا كيفاش كان تصرفك؟ تو هنا وصلنا لب الموضوع وبكل صراحه هذاك على جيت الراديو بات وجيت لاختي ميسه باش نبقى على الدماله هذه الاكثر اللي تحدثنا فيه كل وذاك
علاش اي هذه خاطر خاطري تهمك انا تو كنت نسال فيك على اشخاص داخل بعضها كل مع بعض. انا في ايام رمضان وانا نشاهد في التلفاز كما كل الناس الكل نتفرج في حلقه الكنز في الوطنيه الاولى بهت الفكره عملتها وموجوده على اليوتيوب وعملت لي يمكن قرابه 3 ملايين فيو. كنت هل تلقى كلامي تزي وبعثتها لك انا باش تتاكد من المعلومه. حلقه الكنز من انجح الحلقات اللي قدمتها في قناه حنا بعل وفي قناه المتوسط وتبثت وخارجه على اليوتيوب عامل اكثر من 3 ملايين فيو. وهذا موضوع اخر هبطوا عباد اخرين قاعدين يخلصوا عليها مالوريزمون ما عنديش ما عنديش شان درا شكون سرقها وهذا موضوع كبير نحكيو فيه مره اخرى وقاعدين ندخلوا منها بالفلوس اخرين بيت نفس الفكره تعملت في الوطنيه الاولى هي بيدها الفكره نتاعي انا نتاع الكنز يحفر على الكنز ويخرج الكنز ضغط حاولت نتصل بالوطنيه الاولى من خلال المدير العام نتاعها دبرت نمروه طريقتي الخاصة كلمته بعد بثين الحلقة الأولى سيد المدير راهو نتفرج في الحلقة خدمها أنا متاعي فكرتي هذه وسببها في الدروا دو تور في حقوق المؤلفين سيتي أن فوندرودي نفكر كيما عندي تو قال لي نهار الاثنين إجا بحذايا للتلفزة الوطنية قلت الله يبارك تسعة قال لي إجا بحذايا تعطوا نحكي مشيت نهار الاثنين التسعة قبلني فرح بيا مرحبا انت ولد التلفزه وكذا وقال لي شبيك ما جيتش من الاماره وانت باه ما عليناش قلت له سيد المدير هذه راهي فكرتي هل شوف وكذا ولا يدافع عليه قال لي هل ايه عاد هم هو السيد اللي انتج ونجم نعطيك حتى رقم تليفونه وكان يحب يدافع على روحه يتفضل مرحبا اسمه محمد العيدودي يعطيك الصحه اختي اللي فما فهم قال لي راهو صحيح الفكره فكرتك وفي بالنا بها وكذا اما راهم اوكا غيروا شويه هما بدلوا شويه بالكونسيبت اش تغير؟ اش تغير يا معلم؟ ما تمسهاش بالكل ما عندكش حق تمسها سببها في الدروا انا من حقي اعتدي واضح فهمت نفس الفكره هي بيدها هي قلت له كيفاش الحكايه هذه تو؟ باه قال لي حاولوا تفهموا لم يابلها وهو لسعد الداش المدير العام تاع الاذاعه والتلفزيون تحمل مسؤوليه كلامي هو اللي مدني برقم محمد العيدودي قال لي انت تو ولدنا ولد التلفزه بنقص ماذا بينا ما توصلش الحكايه يعني حلوا المشاكل حلوا الاميابل خذيت له بخاطره ومن جمله قال لي هانا نعديه في حلقات كاميرا زمان وان شاء الله العام الجاي تكون معانا انت ولد كان جيتنا رانا اعطينيك لك انت المرشي قلت له مش صحيح على خاطر كيفاش تعمل التلفزه الوطنيه وكل صدق نقول لك التلفزه الوطنيه تعمل اللي نعرفه انا قبل وذاك علاش ايست من الاتصال معه يعملوا ابيل دوفر شكون ابيل دوفر يقولوا رانا انا مش نعملوا لابيل دوفر يهبط في الجرايد وشركات كل تشارك واحنا الدوفي اللي ساعدنا ناخذوه نرجعوا لحكايه فلوس عرفت الدوفي وكذا وهي الطريقه هذه علاش نكذب على بعضنا هي الطريقه هذه باش يختاروا شكون تحت حس مس شكون اللي باش ياخذ المرشي وقبل اختي ميسة بالله خليني نفرهد قلبي نعطيك الصحيح حقائق وبعد العباد تفسر كما تحب كان يصدق قبل في عهد بن علي كانوا طرابلسية دخلوا في البنان ودخلوا في التجارة ودخلوا في حاجات ودخلوا في الفن اللي ما تعرفوش طرابلسية دخلوا حتى في الكاميرا كاشي اما موندوني فكوها الرؤوف وخذوا هما الكاميرا كاشي باش يبيعوها هما للتلفزة وجابوا نكيرات زاد جابوا نكيراتك اللي ماهمش دي فالور سور خاطر قبل ما قبلش راهو يخدم معاهم وغيرهم وانا ما خدمتش معاهم وكانوا يفرضوا الحلقات هذوكم حتى ولو ما كانتش عندهم كاليتي باهي كانوا يفرضوهم وهما اللي يبيعوا وهما اللي يقطوا فهمتني به احنا قلنا اليوم ما بعد الثوره تفرهدنا ارتحنا تو البقال الافضل والاجدر واللي ينفع هما من ينفع الناس فهمكم في الارض اللي قاعد ويقع تو ونتحمل مسؤوليه كلامي نفس السيناريو القديم اللي كان يقع في العهد البيت لانه السيد هذا طلع مسنود كذا كي تبعت انا اموري وثبت سي محمد العيدودي هذايا طلع حبيبهم ومسنود والعمليه بكلها فيها شبهه فساد انا نقولها ونطلب تحقيق من خلال اذاعتكم هذه علاش؟ لانه انت كمدير عام والمسؤولين اللي معاك غاديك يا هل ترى ولاد لودفيزيويل ولاد العكري قال الراجل التلفزه القديمه امنا هذيك الوطنيه ما تفيقش اللي فما حلقه عملها محمد العوني باسم الكنز بنفس عنوان الكنز وتحكي على الكنز تجي تاخذ مرشي بنفس الفكره هذيك واللي هو ناجح عامل 3 ملايين في تاخذه ظاهر مسروقه الفكره ظاهره انت كي قبلت معناتها شجعته
واكبر دليل انك دخلت له بيرو والله ورسختي ما يسوي بصدق يدافع عليه اكثر كانه هو المنتج لسعد الداش كانه هو المنتج. قال لي نبدل الفكره يا اخي شكسبير كي تاخذ نص نتاع شكسبير في المسرح والتونسو ترد له بالدارجه التونسيه والفكره نتاع شكسبير ما تقولش عن شكسبير مثلا انت خذيت فكره الكنز ما نقول عن فكره لمحمد العوني وعيط لمحمد العوني ود الدار هذاك وخلصوه في حقيقه يا رسول الله ما يزيش بلاستي انا بلاستي اللي انا كان يكون موجود فيها تنحيت منها جاي انسان نكره سرق لي فكرتي وتعدى فيها وتزيد محمد العيدودي انسان محمد العيدودي فهمه انا كي كلمته في التليفون وعندي المكالمه راني كلمت ما كملتلكش الحديث عاد بعد ما خرجت من مبنى الاذاعه والتلفزه وقابلت سي لسعد الداهش كلمت العيدودي كملت كلمت اختي العيدودي منتج العمل الكنز السلام عليكم وكذا فهمتني والله بكل صدق والمكالمه موجوده ونتحداها اذا كان ينكر الكلام عاود لنا تكستو وراس بنياتي اقسم لك بالله الو على السلامه سي محمد قلت له كيفاش خويا فكره عامله 3 ملايين على اليوتيوب نتاعي خدمها انا قبلت تستولي عليها وتقدمها للتلفزه الوطنيه تخلي بك المنطق نتاعها انا بدلنا يعني هما زادوا عاون امن ولا زادوا عبيتها في وسط الفكره نتاع الكنز ونسبوها زعما قلت له نفس الفكره اي قلت له من الاخر عايش خويا اشنو انت تحب انت؟ تحب خويا نخليوها للعداله وللمحكمه والا نفهم ولا ميابل؟ قال لي ماذا بينا وخيانا لا ميابل باهي قلت له انا توا هاني باش نتنازل على حقي الادبي نورمالمون تبدل الجينيريك تحط عن فكره لمحمد العوني الساعه هذيك هذه باش نسامحك فيها اما حقي المادي على الاقل وانا قاعد شد الدار ها اللي ابدعت من انا صغير وعمري عديته في الخدمه هذيك ومات على الاقل خلصني قال لي نخلص خويا في فكرتك هكا بالحرف الواحد وقتاش يعني استعمل قال لي بعد جمعتين بالحرف الواحد كيما موجود في المكالمه قال لي راهم جمعتين اخرين ويعطيوني الترانش الاولى نتاع الفلوس نجيك حتى لفيت لدارك ونعطيك حق الفكره نتاعك وخليها نقعد مع بعضنا وهو عندي برامج اخرى مع الوطنيه الاولى تو نحطك معايا وكذا قلت لي فاتوا جمعتين اختي عملت تليفون ما عادش يهز علي المكالمه ما عادش يهز علي التليفون بالكل كلمت رجعت لسي لسعد الداهش المدير العام على اساس تشوف الموضوع شو نحكي نفس الشيء ما عادش يهزوا علي الكل التليفون استولوا لي على فكرتي عداوها وهنا انا باش نتكلم بزوز مناطق كان تسمح لي اختي ميس بمنطق المواطن التونسي اللي عنده الحق في تلفزته الوطنيه والمتلقي والمتفرج اش نقول انا كمحمد العوني المواطن مش الفنان نقول يا رسول يا قناه وطنيه ما ريتوش اللي فما حلقه تحكي على الكنز عملها محمد العوني سيرتان ما ريتوها به كي ريتوها كيفاش تقبلوا نفس الفكره اتعملت ديجا وتبثت واللي اخطر من هذا نفس الفكره تتعاود غدوه بعد غدوه بعد غدوه قعد يعمل في الكنز على مدى 15 حلقه وهنا الناس اللي يحبوا يربحوا الفلوس يجيك في اطار مكاني واحد فسرته لك المره الاخرى انا جاوا البلاصه في حفوز في القروان والحلقات الكل عملوها غادي الكنز الحلقه يعني في ثلاثه ولا اربع ايام صبوهم ال 15 حلقه في النهار يجيبوا ثلاثه ولا اربعه مواطنين شو مثل انا نحكي على نفس الفكره انا به هي اليوم حسب معلوماتي انا وما نحبش ان نغلطك ولا نغلط الراي عام مانيش نعطيك الشيفر اما سمعت انها تباعت بشيفر انورم مهم برشا يفوق المليار اللي بلغ كاميرا خفيه فوق كاميرا المليار والله انا دخت انا ما نعرفش هنا البحث ماذا بيا ما نصورش انا كاميرا خفيه معناتها سومها شي ما توصلش هي اخبار شي بدا قريب القلب قريب المسلسل كيحبوا اختك يبدا نتاعهم ومنه فيه زيت ويقليه وانسان حشتهم به باش يخدموه رغم رداءة الفكرة اللي ما نجحتش ورغم أن الفكرة مسروقة ها؟ رداءة الفكرة لا رداءة الإنجاز الإنجاز لا عملت 3 ملايين فيه عاد هاو أنت حل أنت قل الفكرة اللي صورتها حل ورسو خيتي أنت توا قلت صلحت لك رداءة البرودوي اللي تقدم واضح ما تقدمش كما قدمتها رداءة تنفيذ الفكرة اللي هي فكرة أنا اليوم من منبرك هذايا ميسا أختي نطالب حقي كصاحب فكرة على الأقل ونطالب انا لا 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 تو خليه باش الناس اللي يسمعوا فينا يفهموا محمد العيدودي اللي هو منتج العمل هذاك انت اتصلت به وعدك باش يخلصك وعدك باش يخلصك يعني هو هوني اعترف انه خلينا نقولوا استولى على فكره ولا نفذ فكره مش فكرته
اعتراف مسجله المكالمه للمكالمه مسجله انت تنجم بالمكالمه طبعا هو اكيد ينجم ينفي الكلام هذا ولا ياكدوا اذا يحب يتدخل معنا مرحبا بيه لكن انت الروايه نتاعك هذايا وتقول لي هو دونك اذا كان هو وعدك بالفلوس يعني هو مستعرف انه استولى لك على فكرته طبعا لليوم ما يجاوبش ما يجاوبش بي. دونك مش تلتجئ للقضاء ولا شنو باش يكون تصرف؟ انا باش نلتجئ للقضاء وباش نرفع قضيه ومانيش باش نصرف عليه لانه حتى الاستاذ المحامي باش ياخذها يتبناها هو على عاتقه وباش نشوف ويمشي للقضاء ولكن اهم شيء اني جيت هنا وتحدثت وتكلمت اهم شيء بالنسبه لي انا بصراحه بصدق علاش؟ لانه القضايا الفنيه مالوريزمون نقولها بكل اسف لكن هون احنا وسيله اعلاميه معناتها نوصلوا الصوت فقط الامور القانونيه اذا انت تحب نعرف لفت لي وصلت صوتي من خلالكم بارك الله فيكم مشكورين انا تفردت 95% تقعد 5% للمحكمه ان شاء الله ربي ينصفني انا عندي ما يثبت لي سببها في الدروا فكره الكنز موجوده في حقوق المؤلفين وباش نتبع ولكن اللي اهم من هذا الكل انه نتمناه انه الوطنيه الاولى اللي هي ملكك وملكي وملك المواطنين التوانسه الكل على الاقل تو القنوات الخاصه معذوره يمكن خاطر ما عندهمش فلوس يجي ياخذ لك انسان انكومبيتون لانه على قدر رجلي يمدوا كيساك كما قال الرجل على قدر البيدجي اللي عندهم يتصرفوا معذورين تعذرهم على الاقل بالكوتي هذه يقول لك نجيب فلان ناكر حتى يعبي لي شويه لونتين حتى بكاليتي خايبه ولا متوسطه مش مشكل مش قادر اما الوطنيه الاولى اللي تدخل في ورقه الضوء اللي يخلصوا فيها من خلال ورقه الضوء واللي احنا كمواطنين كيف تجيب لنا حاجه كاملوت وحاجه ما تشدش العباد حلقه الكنز اللي هي اساسا عملها انا قبل ويعاودوها في 15 حلقه كامله ويمغطوا ويعاودوا ويتجبدوا فهمتني ويعطيوا الشخص فهمتني لانه تبعهم وحبايبهم وكذا مجامله في شخصي على حد تعبيرك انت انا حتى تعبيري انا ما حد محمد العي وحبايب ظهر العمليه وحبايب ما عنده حتى خاطر كان قدم لنا حاجه في المستوى وقت نقولوا الكاليتي اللي دفعت على روحها باش هو تواجد اخر مكالمه اخر مره كلمتوا فيها المنتج العيدودي المكالمة الوحيدة بعد ما خرجت من بيرو سلاس عد الداش من الإذاعة والتلفزيون معناها أنت كلمته مرة وعدني من خلالها باش بعد جمعتين رجعت ما عادش يهز ما عادش يهز آخر مرة قتاش كلمته البارح ورد البارح والله عندها يمكن ثلاثة ولا أربع أيام قبل العيد بنهارين أصريت أنت باش كلمته برشا مرات ما يلزمني نفهم باش نعطيه حقه ما نحبش نظلم حتى للعيد تحبش نطلبوا توا من بحذاك ونسمع المكالمة نسمعوا يصوني ما يهزش تحبش لا أنا مانيش حق أنا صادق أنا فقط حبيت نعرف خاطر تنجم معناها يتكلموا مرة اثنين نجم ما يشوفش تليفون ولا على كل احنا اخذينا الفيرسيون الاولى من عندك انت الروايه الاولى النجم زاد كيف هو ينجم يوضح اذا عنده توضيحات بيان سور بالتصريحات هذه ما تشوفش انه علاقتك تدهورت مع القناه الوطنيه هي تدهور ما تدهورش شوف تو ولينا في وقت مصالح كل واحد يلوج في مصلحته من اثنيه هما كي شافوا السيد محمد العديدي اقرب لهم مني انا كان جاو مفكرين فيا من قبل ما يجي محمد العديدي رعايته لمحمد العونيك الشخص اللي بداها واللي عمل نجاحات كبيره برشا احنا وصلنا كنت عندي كاميرا كاشي تتسكر البلاد ما عادش تلقى حتى واحد كانت عندها صديق كبير منهم مراه كبيره اسمها منفيسة عملت معها حلقه ولات الشركات تهفت عليها باش تعمل لهم السبوت بيبيسيتي فما قنوات مادام جاو عايتوا الانسان كي من هك لا علاقه له شكون يعرف محمد العدودي؟ نتحداك تعرفوش انت محمد العدودي كان حطوا لك حتى قدام وجهك تقول لي ما نعرفوش بالشكل اي تنولي نعرفه كي يتعادى مره في ثلاثه كي يبدا كومبيتون كيما انت كيف من الاول ماكش معروف بعد تعرف ابداعي بنجاحي بالموهبه أي واحد ربي اعطاني موهبه انا هي الفرص اللي يعطيوهم القنوات كان جاي موهوب 15 حلقه راك سمعت به كان جاي موهوب وانت اعلاميه وكان عمل حاجه لا انا سمعت بالكنز اكيد اي تفرجت لكن هو كشخص شدتك
تبعت شوية فقط ما تبعت ياسر ولا وين لا ما نجاوبكش أنا نعرف 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 في بالي في بالي فما قنوات أخرى عليك متدهورة معاهم ما عندي حتى ما متدهورة مع حتى حد ما علاش ما نشوفوكش برشا أنفيتي ما تشوفنيش خبر حب نخلص حب نخلص شنو تخلص ضيف ضيف لا ما فهمتنيش معك أنت هنا بلاش بتبيع ضيف حب نخلص من عند القنوات اللي باش يخدموني خاطر قاعدين يخدموا بلاش العباد ماكش فهمتني يا اختي ميسا لا فهمت خليني نفهمك اعطيني فرصه باش نفهم لا فهمتني ها الناس راهي تخدم بلاش يا ميسا هذا موضوع دخل ايه؟ وقت وحكينا ايه فيه منه ماناش نرجعوا ايه. حاجه حكينا فيها ما نعرفوش انت سالتني علاش ما تظهرش سؤالي واضح لا لا انت ما خليتنيش كمان انا ما تظهرش هذا حكينا فيه من لول الانتاج واعمالك الفنيه والكاميرا كاشي والكاميرا الخفيه اللي انت قاعد تنتج فيها حكينا فيها من لول توا نحكي على حضورك الاعلامي يعني حضورك كضيف اي باش نمشي نطيب التاي انا ما عنديش حاجه باش نحكي عليها بما انه ما فماش فما منشطين انت ممنوع عندهم يعني هما يرفضوا باش يعديوك اسالهم هما ما نعرفش انا نسال فيك انا مانيش ندور تونس انت ضيفي اليوم تجيب منشط لا لا مانيش ممنوع عند حتى حد بالعكس علاقتك مش سيئه مع نوفلور تاني لا لا مش سيئه خاطر عندي معلومات تقول هكا انت تاكدن في ولا تاكد لا نوفل الورتاني عيط لي في حصه وتغششت عليه لانه في المونتاج عدى اللي حاب يعديه هو يعني هذه انا اعتبرها خيان يعني انا مشيت له لحصته اتفقت اني كيما تو انا وياك يعطيك الصح مش نرمي لك في الورد في التليفون بعثت لك حلقات على كاميرا كاش عملت منهم مونتاج عديت منهم شوي يعطيك الصح هذا يبقى هو كيعاديني قلت له كيفاش نحكي كيفاش الارضيه وما من حقي نسال ولا قال لي باش نعدي قال لي باش نعدي لك حلقات قال لي باش نعدي لك حلقات تاع كاميرا كاشي قديمه باش نحكي على فنك وباش نحكي على مواضيع اخرى هزيت له لي سي دي اللي فيهم كاميرا كاشي وكذا واحد وحسب روحه يقدم فيهم في التسجيل وتو هاو نشوفوا حلقه ام فيسا والان هاو كذا مع محمد العوني وكذا 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 وكذا, وكذا. ومشى حكى في اللي حب يحكي فيه هو وخذاه في الجو واوهمني انه باش يعدي شيء هذاك كي مشيت نتفرج مع عائلتي على اساس باش نشوف الشيء الكل اللي اتفقنا فيه نحى اكل الحلقات تاع الكاميرا كاشي ونحى لي مامون اللي ينفعوني انا الباهين وعدى كان الشيء اللي حب يعديه هو في صوره تسيء لي انا نرفزت عليه ووقفت الحكايه غادي وتغششت نفس الشيء بالنسبه لعبد الرزاق الشابي انا نعلمك من المنبر هذا عبد الرزاق رفضت باش نتعدى معاه هو حقي اي عند سهرية على الفضاء هو سؤالي اللي نختم به نقولك اسكو كيف كيف لا فما انت ترفض وسائل اعلامية ولا انا نرفض انا نعطيك الحقيقة ولا منشطين معينين باش تحضر معهم شوف انا كي نتعدى باش كيما اليوم جيت بحذاك باش نحكي على المظلمة اللي وقعت لي الاكثرية 80% وفي نفس الوقت باش نتحدث معاك في بالشيء اللي سالتني وجاوبتك لما على الكيف كانت حصة نتاع مزاود زودية وناس تشتع والانفيتي يطلع يشتع لما على كيف اللي تعدت تعدت في التاسعة قبل هو عيط كيفاش حلقة متاع مزودية فهمتش عبد الرزاق يركز على المزود على الفن الشعبي لكن لما على كيف تبعناها الناس كل كانت حلقة متنوعة ما ركزتش على الفن الشعبي انا ما تعجبنيش ورفضتها ما حبيش نتعدى حر يعني خاطر الحصة ما تعجبكش قلت له يا عبد الرزاق راه ما نجيش كي نجي نتحدث على مسرحيه جديده حضرتها نتحدث على بروجي نتحدث جايك فما ممثلين حتى كي يجي باش يشطح يعمل شطحه ومدري شنو يتكومك ومد وجهه هو يبدا فرحان انا كيف نجي يا ما نعمل البلوس ونحكي على عمل فني نقوم به ولا مش لازم نحضر مش بزرتي ما عادش تضيف برشا الحكايات هذه فهمتني رفضت يعني انا اللي نرفض لأكثر الأقل كي تبدا حاجه في المستوى وتضيف لي حاجه نتعدى ونبدا فرحان وبالنسبه للعمل نهارت اللي نلقى حقي المادي نخدم لاني انا نعيش منها المهنه هذه لأكثر الأقل واضح وتوا زملائي اشترهم الكل يتذرعوا ومن خلال انهم ما خذوش مستحقاتهم وكثره الشركات اللي تخدمك وما تخلصكش وتقعد تستنى عام وعامين وكذا هذا هو لاكثر الاقل واضح به فرحانه برشا بوجودك معنا محمد العوني يعطيك الصحه اللي كنت حاضر معنا اليوم واي اسم تجبد في اكيد في الانترفيو اكيد تصريحاتك يعني وذايا رايك ويلزمك انت واي شخص عنده الحق باش
باش يدافع على روحه فان كونت نحن ناخذ الراي والراي الاخر لكن يقعدوا ديما اعمالك خالده خنقولوا والناس يتفرجوا فيها ويتبعوك وحتى اذا تلافز ما يعديوش هما موجودين على اليوتيوب اكيد كيما ليك تخيلي عديناه ينجموا الناس يرجعوا ويتبعوك شكرا لك محمد الهوني على الحضور معنا عايش بارك الله فيك وشكرا للراديو ميد على إتاحة الفرصة هذه باش تحدثنا في المواضيع هذه ما كله بارك الله فيك يعيشك شكرا ليك نخليكم مع الموسيقى ورجعين